لطالما وقفت على تلة أفكارك تسبقك نحو الأفق كلمات أشعارك، تخط بيمناك جملة من القرارات وتخفف عمن حولك من صعوبات الحياة، تستمع بكل محبة إلى شكواهم وتبسم فرحاً حين نجواهم. فراحة قلبك دائماً كانت أن ترقق من قضاياهم وأن تبقى على الدوام في أعماق ثناياهم. تنام أهل القلوب المستريحة وأنا راحات قلبي في عذابي، أرضف ونتي من ضيج صيحة ومن هم بقاص الجوف غابي. نصيحة والنبا منك نصيحة لكم يا أبو خليفة من تدابي، سخي النفس والروح السميحة عزيز الشان مرفوع الجنابي، تعلى للنجوم المستشيحة شعاع النور ومزون السحابي. المساجلات الشعرية بين الشعراء هي تقليد قديم في الشعر النبطي، وكان للشيخ زايد دور مهم في إحياء هذا النوع من التواصل الأدبي بينهم. وفي حلقة اليوم بنتطرق لقصيدة يشاكي فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في القصيدة اللي جت على بحر الصخري في الشعر الشعبي، يبدأ الشيخ محمد بن راشد بأسلوب مبتكر جديد ويتكلم عن تعبه وشكواه بعرض راحة الآخرين، عشان يبين مدى الفرق الشاسع اللي بين أحسن حالاته مثل ما قال في عبارة راحات قلبي وحالة أهل القلوب المستريحة، أي الناس اللي ما يشتكون من شيء. فأحسن حالاته يكرر فيها ونات الألم والضيج من كثر ما يحمل قلبه من الهموم، فكيف بتكون أسوأ حالاته؟ وبهذه المقدمة ينادي الشيخ زايد يا أبو خليفة ويطلب منه النصيحة بدل ما يطلب منه الفزعة، كأنه واثق بأن حاجته للنصيحة أهم، لأن الشكوى يخص الفكر أكثر من الشعور، والعلاج الفكري يحتاج إلى الاستفادة من خبرة الشيخ زايد وحكمته لحل الموضوع اللي بنعرفه من الأبيات التالية. أنا محتار في الدنيا الشحيحة يهيم البوم فيها والغرابي، أرى يا سيدي بعض الشريحة بطانة رمة تحت الترابي، سريع في المجامل والمديحة كسوب مستفيد في الكآبي، نصيحة منه تحتاج النصيحة كلام مثل ضحضاحة سرابي، أخاف اللوم عذالي تبيحة وأنا قلبي عن العذال يابي، ألا يا ليت من بيصيح صيحة صداها ينسمع في كل نابي، سبوق الشاردة منها طريحة وباقيهن خمور في المغابي، إذا من هب نسناس الصبيحة لفا من صوب ريان الشبابي، يزيد الشوق في قلبي لفيحة على بعدي وهمي واغترابي. لين هني تمت قصيدة المشاكاة اللي أرسلها الشيخ محمد بن راشد، ونوصل لقصيدة الرد من الشيخ زايد اللي يبدأها بنفس التقاليد الشعبية الموروثة ويرحب بالقصيدة وشاعرها في أول بيتين قبل لا يتطرق إلى معالجة الشكوى. ألا يا مرحبا حي ابن فيحة نسيم الشرق لياب الجوابي، هلا بهلي عرف قاص النصيحة كريم الأصل وأجداد النجابي، تمثل لي بتماثيل صحيحة وكل ما قال لي فيها صوابي، ترى في الناس أجناس شحيحة تخيل لك غديرا من سرابي، يشوفون الأمور اللي فسيحة بعين حولها ضاق الرحابي. يعالج الشيخ زايد الموضوع بعد البيت الثالث ويقول أن هذه الفئة تزين كلامها بالوعود وتقدم لك الوهم
وتخيل لك غدير من سرابي. وهذا الإغراء يحدد النظرة في اتجاه واحد وتلغي باقي الاتجاهات، ويكتشف الإنسان بعد فترة الخطأ اللي وقع فيه، ويمكن يكون فات الفوت وخسر الطريق الصحيح، وأصبح الرجوع إلى الصواب والحق صعب وبعيد. لذا يبدأ الشيخ زايد بالنصيحة بالرغم من أنه متأكد أن الشيخ محمد بن راشد يعرف المشكلة وأسبابها وعلاجها ولا يحتاج إلى هذه النصيحة. وهذا كان واضح في البيت الثاني اللي قال فيها الشيخ زايد: هلا بهلي عرف قاص النصيحة. ولكن هذه النصائح هي تذكير الشاعر لنفسه أولا، وعرض تجربته للآخرين لتعميم الموعظة والفائدة ثانيا. فهيم للملامح والقريحة، ولا يخفاك خاطي ولا صوابي، ولو روّوك ضحضاح وشيحة فلا يغريك منك باينابي، لأنك من هل الجزلة الفصيحة، عريب العرب عالين الجنابي. نلاحظ تأكيد الشيخ زايد على معرفة الشيخ محمد بن راشد بالمشكلة وتدارك الوقوع فيها، بل العكس، يؤكد الشيخ زايد على عمق نظرة الشيخ محمد للرجال، وأنه يكتشف معدنهم من خلال استقبالهم وأسلوبهم. وهذا المعنى واضح في البيت اللي يقول فيه: فهيم للملامح والقريحة، ولا يخفاك خاطي ولا صوابي. فالمعدن الطيب والغير طيب يحتاج إلى نظرة ثاقبة يتمتع فيها الشيخ محمد، وبالتأكيد ما راح تأثر إغراء الفئات الخاوية عليه بأي حال من الأحوال. شكيت من الهوى حرة ولفيحة، وانت بشوق منسوع الرقابي، خفيف الروح والنفس المليحة، يسلي من بقلبه الاكتئابي، عزيب الريم في قفره نزيحة، وعين الحر ليه في راس نابي، له الصقار لو يرضف بصيحة، غني النفس ما حده ويابي، عجيد اليازيات اللي سريحة، رعى عشب الشوامخ في الروابي. ينتقل الشيخ زايد إلى محور الوصف، وهذا الالتفات من محور إلى محور ثاني يصعب على الكثير من الشعراء، ولكن الشيخ زايد ينتقل ببراعة قل ما نشوفه، ويدخل محور الوصف كأنه شكوى من الشيخ محمد بن راشد، ويقول: شكيت من الهوى حرة ولفيحة. بالرغم من أنه الشيخ محمد استخدم هالمحور كخاتمة لقصيدته، ولكن أخذ الشيخ زايد اشتياق الشيخ محمد كشكوى وافتتح هذا المحور وأسهب فيه كأنه هو موضوع قصيدة المشاكاة، وختم القصيدة بعد ذلك بهذا المحور عشان تكون القصيدة الرد متجانسة مع قصيدة المشاكاة. سقى الله دارها يود النضيحة، كسال مغيب ويسوي حيابي، وعود الموز والشرتة لفيحة، هضيم الكشح لي زينه عجابي، يصوف في الهوى ويشفي جريحة، يعالج من يصيبه بالحرابي، محبك لي بشوشو لك نصيحة، وبين لك خفى ما صار غابي، تخير له طريجه لي تريحة، عن العذال سربه في تغابي، ختمت الجيل بأبيات صريحة، جدا شهم فهيم للجوابي، جدا شهم فهيم للجوابي. وقبل أن يختم الشيخ زايد قصيدة الرد، يدعي بأن يسقي الخالق ديار الأحباب بالمطر، ويعود مرة ثانية للوصف التقليدي للمحبوب المثالي، دلالة على أن من المشكلة اللي يعاني منها الشيخ محمد مشكلة عاطفية، وهذا النوع من الالتفاتات يقصد فيها الشاعر مداعبة الشاعر الآخر لإضفاء الأجواء المبهجة على القصيدة ولختم القصيدة في أحلى حلة، وهو رمز متعارف عليه عند الشعراء من قديم الزمان لتقدير المخاطب على إرساله لقصيدة المشاكة. ماذا يهم الحبيب؟ أهو الشوق للمحبوب أم الهجر والفراق؟ ما الذي يشغل بالك يا صديقي؟ أهو غيابي
أم طول المسافات؟ أهو مجلس الشعر فارغاً أم خرس الكلمات؟ أهو بقاؤك وحيداً أم رحيل السنوات؟ والله كنت في الشيخ راهي من يوم أنا عمري حوالي 18 سنة، وعشت على طول حياة الشيخ راهي أنا وياه في حلة وفي ترحالة، وين يسير وين أنا دائم في القنص في أسفارة أنا عندي إلين الله استخار الله يرحمه ويغفر له. من بعد هذا الشيخ زايد قال لي أنا أبغيك حمد عندي. الشيخ زايد طال عمرك حاضر طال عمرك ومكت المدة عند 10 سنوات بعد الشيخ زايد لين الله استخاره. الشيخ زايد يحب الشعر ويحب الشعر ويحب الأشياء اللي تأنسه، ما يحب الأشياء الوعر والأشياء اللي تضيق بالناس. لا هني يقول أنت فريد الفني وتهيج الممحون، ونالكم باغني وبذكر بصوت الحون، يا ابو شاب ظني انك رقيت فنون، واقوالك هيجني وترت لي مكنون. اقول له حي ابيات لفني من فاهم المضمون، تفهم مغاطي فني والسر والمكنون، يا سيدي امحنني لي قربك يجلسون، سدي ولي تعني وانت الظخر والعون، من يوم حزت عني حظي إذا من دون، له بالهنا بغني وبصوغ لك الحون. هذه قصيدة يقول حق الشيخ زايد الله يرحمه، يا ويل من بشفي لها لام، سدي وعنده دوم مخزون، بمن هواهم سوي ارسام في مهجتي ومعلم بلون، كل من بغيت اسلاه هو نام، عي الجفن دونه والعيون، ادرى الهوى مدرات الاحشام، وراه عوزه وين ما يكون، كم ركعوا له ناس حكام، وكم اسجدوا له يملت قرون، عش في الحياه وكون بسام، عش في الحياة وكون بسام، مواصلة خل ومزجون، ما بين خود وخرد وريام، يتكاثر ما بين الحضون، هذه حياة الناس الأكرام، ومن عاش دون الزين مغبون، راعى الهوى سهم ومقدام، ويتوق مثل الحر مضمون، ولا الوكارة عند الأجدام، اللي قنص صندوق من دون، يهل الهوى أصبو المنهام، في الحب أخذوا من الفنون، حب الرمال الشوق بغرام، وأصبح مليك الزين ممحون. درس هاي القصيدة يا حمد، كيف اختفى صوتك عقب مدة تسع الونة، والمزامل قامت تفوتك، والهوى تركته وفنه، كيف الأول تلعي بصوتك في الطرب والود هاونه، خايف المسعد أنا يفوتك، والزهر ما تخضع فنه، عجل بجدك ومجهودك كان درب الود مثلنه، المها مرن على ورودك يرتعن ويعلن بسنه، يرتعن في خطرة حدودك ينهلن ويعلن بسنه، لا تحرم النفس من زودك ولا تخلي القلب في هنه. مرحبا يا حي ببيوتك ليفة بشعار موزونة، عد ما نسمع ندا صوتك أو عدد اسمك يذيعونه، أو عدد ما يندش أرجوزك أو عد ورد انتاه فغصونه، لي شرف من يفنونك يا حبيب الشعب يا عونه، يا زعيم الكل ممنونك نبتهج والنفس ممنونه، يعلي يبقى دايم وجودك يا إله العرش ويصونه، نفتخر بك أنت وجدودك وكرمك الناس مديونه، والغواني قبل يترودك كل عذره وكل مزيونه، ليبهني الزايد سعودك ولك يغنن شعر بالحونه،
وصلتني وش سبب جمودك والسبب راس تعرفونه لا وختم الجيل مردودك لك تحايب ورد مقرونه. هذه قصيدة نقول حق الشهزاد الله يرحمه: يا ويل من بشيل هالام سدي وعنده دوم مخزون بمن هواه مسوي ارسام في مهجتي ومعلم بلون كل من بغيت الناس كل من بغيت اسلاه وانام عي الجفن دونه والعيون ارى الهوى ادرى الهوى مدرات الاحشام وراح عروسه وين ما يكون كم مركعوا له ناس حكام وكم مسجدوا له يملت قرون اشف الحياه وكون بسام اشف الحياه وكون بسام مواصلة خل ومزيون ما بين خود وخرد واريام يتكاثر ما بين الحضون هذه حياه الناس الاكرام ومن عاش دون الزين مغبون رعى الهوى سهم ومقدام ويتوق مثل الحر مضمون ولا الوكاره عند الاجدام اللي قنص صندوق من دون يهل الهوى اصغوا المنهام في الحب واخذوا من الفنون حب الرمال الشوق بغرام واصبح مليك الزين ممحون. هذا اللي صار بيننا وبين الشيخ زايد الله يرحمه. صوتك الموسيق بالهاتف الفاني او صويت الراعبي في الموسمية يا ذليل العين اللي صوتك سباني يا عويد الموز في بكس غنية صوتك الموسيق بالهاتف الفاني او صويت الراعبي في الموسمية يا ذليل العين اللي صوتك سباني يا عويد الموز في بكس غنية يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود فايز بالمزية السجاية وخاطر لك مرحباني والحلا في الطبع والنفس الزكية يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود فايز بالمزية السجاية وخاطر لك مرحباني والحلا في الطبع والنفس الزكية طيبك الشفاف في نومي الضواني ما يفارجني صباح ولا مسية كامل الأوصاف في فكري وذهاني أنتظر شوفك كما عيد الضحية طيبك الشفاف في نومي الضواني ما يفارجني صباح ولا مسية كامل الأوصاف في فكري وذهاني أنتظر شوفك كما عيد الضحية انني المشتاق لا حلوة السجية بأفراق الخل اللي يحبك واني قبل لا اشوفه في حله وزية وسألت اليوم يا مانع عشياني انني المشتاق
حلوة السجية بأفراق الخل لي حبك واني قبل لا أشوفها في حلة وزية كان في اليوف ومشيد مباني وحطها بسوار في قلبي علي هذا اللي بيه سجلت وعاني للحبيب مسلم نودي التحية اللي سكن في اليوف ومشيد مباني وحطها بسوار في قلبي علي هذا اللي بيه سجلت وعاني للحبيب مسلم نودي التحية صوتك الموسيق بالهاتف الفاني أو صويت الراعبي في الموسمية يا تليل العين لي صوتك سباني يا عويد الموز في بكس غنية صوتك الموسيق بالهاتف الفاني أو صويت الراعبي في الموسمية يا تليل العين لي صوتك سباني يا عويد الموز في بكس غنية